يسعد لي صباحكم ومساكم يا أحلى عائلة بالدنيا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. مثل ما تعودتوا علي لازم أبلش نهاري بفنجان قهوة، ومثل ما بتعرفوا ما بتحلى القهوة إلا جنبها حلو، فبشان هيك حطيت جنب القهوة السكسي. بتعرفوا أنتوا بفيديو السابق عملت كاتو لعمر، فهذا الكاتو أخده على الروضة، وأكيد بنت حماي موجودة فرح أعمل شي حلو لأنه كمان نحن ناكله مثل طريقته بس بطريقة تانية هي السكسي. المهم طلبت من بنت حماي تطلع معي بالفيديو هذا وتحكي وتعملنا وصفة مع بعض. المهم ضليت لح عليها بالبداية ما بدها صراحة، بس أنا ضليت لح عليها وقلت لها كرمال الناس المحبين كرمال المتابعين عن جد بنبسطوا، حابين يتعرفوا على كل اللي بيقربوني واللي قريبين مني، وعن جد انبسطوا كتير بفيديو قبله، فبتمنى أنه تعي نطلع أنا وياكي وأنتي تحكي يعني. فبالأخير المهم وافقت يا جماعة بعد إقناع طويل. فمشان هيك ما تنسوا تحطوا لايكات كتير عشان لما رح تشوف الفيديو تنبسط وتطلع معي بعدين يا جماعة. وتاني شي تشتركوا بالقناة زر الاشتراك باللون الأحمر تحت وتفعلوا زر الجرس. المهم هون أنا عم بسوي لكم وصفة فطور، بلشنا هلأ فطورنا لأنه دق جوزة لبنت حماي وقال لها إنه جاي لعنا يعني. فمشان هيك قمنا أنا وياها نسوي فطور الصبح. اول شيء مثل اي حدا بيفتح البراد بطلع شو فيه بلاقي طالع، انا طلعت لقيت عندي عجينه البقلاوه موجوده بكل السوبر ماركت فطالعتها، فجبت العجينه ودوبت الزبده دوبتها بالميكروويف وحطيتها على جنب. جبت اول طبقه وحطيت فوقها زبده، جبت الطبقه الثانيه وحطيت فوقها زبده، هيك لاربع طبقات. وبعدين جبنا الجبنه الاشقر والجبنه العاديه السوريه وحطيناها هيك ولفيناها مثل ما بنلف اليبره. كتير طريقتها سهله بس طيبه، وراح نحطها بالفرن. بيكون الفرن عياره يعني يا 180 يا 200 من فوق وتحت وتستوي. انا قطعتها بهذا الشكل وصارت جاهزه. هلا صار فطورنا جاهز، حبيت نفرجيكم الفطور. هون كنا عاملين بيتزا تاني نهار انتو اكيد شفتوا، فزادت من البيتزا فحطيناها على الفطور. بنت حماي عملت هذا الصحن الخضر كله يعني الخضروات، هذا الشيء هذا كله شغل بنت حماي ما شاء الله عليها، كتير يعني عندها هيك حب الاكل والطبخ، وعن جد عندها طبخات كتير كتير مزوقة بطبخة وكتير اكلاتها طيبة، يعني كتير بحب اكلاتها صراحة. وهيك جهز فطورنا، قولوا لنا شو رايكم بالفطور، ان شاء الله يكون عجبكم. وعملت صحن بيض، هذا الصحن البيض حطيت فيه جبنه البلديه وبيض، وحطيت فيه كان عندي اذا بتتذكروا من قبل عملت لكم هالوصفه من البقلاوه، مو البقلاوه، عجينه اليوفكا مقطعتها هيك وحطيتها معه وصار عندنا هذا الطبق. من قبل عملت لكم اياها عشان تطلع هيك طبقه واحد وطيبه ولذيذه وفيها منكهات مثل الفلفل وملح. وهيك رح احكيكم عن ترتيب السفرة. انا عندي القرتي اللي بتتذكروه كنت حاططه على طاولة السفرة قديما، هذا ما عملت فيه شيء، عفته عندي وحطيته بالنص. وعندي قرتيين لونهم اخضر حطيتهم كل واحد من جهة واثنين ذهبي، فحبيت انه اعمل هيك هي التظبيطة، فقولوا لي شو رأيكم فيها. والباقي مثل ما بتعرفوا الخشب يعني انا حب الخشب. هلا شايفين عم بقطع البيض، كتير كان طيب، بنصح تجربوها الوصفة، خصوصا انه نحن كتير منمل من الفطور والبيض وكذا، فلازم ندخله باكلنا وبفطورنا لانه فيه بروتين، فمشان هيك بنحب ننوع وندخل فيه اشياء تانية عشان تحسوا انه عن جد طيب، نكهة جديدة عرفتوا. فهذا هو. هلا ان احنا بعد الفطور حبينا نشرب قهوه نصحصح، ما بعرف ليش حسينا بنعس ما بعرف شو السبب، بس هو طبيعي يعني بعد الاكل بتبدا المعده تهضم الاكل وكذا، فبتحسي انه بتصيري بدك بس ترتاحي وتقعدي ما بتحبي تتحركي ما بعرف. وهلا بلشت اسوي القهوه، هيدا الكلير جابه جوز بنت حماي وجاب هدايا للاولاد مناسبه عيد ميلاد عمر، جاب له بيجامه ولا شام بيجامه فلبسوه الاولاد، ونسيت يعني صور لكم اياها لاني اول ما رجعوا فورا لبسوه. المهم فانتو في منكم شاف على الانستغرام انه انا حاطه الكلير، فكلكم صرت تسالوني جاهز ولا انت عملتي، اذا حابين اعمل لكم طريقتي فقولوا لي اكتبوا لي بالتعليقات عشان افكر اعمل لكم كلير. طريقته كتير سهله وما فيها صعوبه، انا عملته كتير، فاذا حابين اكتبوا لي تحت بالتعليقات.
وبعد ما شربنا القهوة والحمد لله ما في أطيب من لذة القهوة مع هيك الجمعة مع الناس، فحبينا أسوي نسكافيه ونشرب نسكافيه مو فورا فورا، بعد فترة. فأول شي حطيت نسكافيه مثل ما نكون شايفين وبضيف عليه سكر. في ناس بيسألوني وين السكر، ما شفناك ضايفة. أنا بضيف سكر يلي بيستخدموه أمراض السكر، سكرين يعني، بضيفه مثل ما شفتوا، وبحط شوية مي وبحرك النسكافيه. بحط لهي الكاسة حوالي معلقة صغيرة، وبضيف فوقه حليب. بعد الحليب بيكون صخر وبيكون خلطته بالخلاط الكهربائي، بيصير عندنا هاي الرغبة مو طبيعية مثل ما نكون شايفين. وبجيب هاي اشتريتها من البيم، بسوي شكل قلب حب عن طريق النسكافيه مثل ما نكون شايفين. برش نسكافيه على الوش، بيعطي طعمة لذيذة وبنفس الوقت شكل حلو مثل قلب حب. فشو رأيكم فيها؟ قولوا لي رأيكم. انا حبيتها هاي، انه بتعمل شكل نسكافيه، فاذا بتنزل بعروض اشتروها، يعني حلوة يعني مفيدة. مثل ما بتعرفوا دائما الشوكولاتة السوداء والمشمش والتمر عندي، يعني انا بحاول دائما انه بعد التخبيص ناكل اكل صحي مع كل هذا، او ناكل اكلات حلويات صحية. المهم نبتعد عن شيء مضر بالحلو. حط شوية زيت كمية الملوخية اللي هلأ بنت حماية عم تسوي الملوخية معنا، بس هي رح تسويها على الطريقة الشامية. شو بدك اول شيء؟ بدي توم اول شيء، خمس شوية توم، هذا المفروم ناعم. ايوه مقطع شوي بقليهم عشان يعطونا نكهة كثير طيبة. ما بتحطي زبدة ليش؟ مو شرط، إذا حاطة لحمة مع دهنة مثلا أو مرقة فروج مرقة دجاج ما في داعي للزبدة، إلا إذا كنتي عاملتيها مع لحمة مفلفلة ناعمة ممكن تحطي زبدة يعني. ايوه هذا ذوق اختياري يعني. ايوه بس هي الكمية ولا حطي كلها؟ لا احطهم كلهم. اقطع انا الدجاج؟ خليه لاخر شيء ما بيأثر، فيهم وقت لسه. بنقلي الملوخية شوي، كل ما قليتيها كل ما بتعطي طعمة اطيب. احيانا بنقليها نص ساعة بتاخذ وقت تقلاية، بس انه تضلي تستوي يعني مع المرقة. هلا بدي اسألك سؤال، هلا نحن بحلب الملوخية ما يعني اهلي ما بيغسلوا نحن. انتوا ليش تغسلوها؟ لانه من الاساس بنكون ميبسينا. ايه صح، بنكون ميبسينا فما نغسلها. هلا اذا كنتي انتي مساويتيها يعني غسلتيها بعد ما ساويتيها نظفتيها وغسلتيها ويبستيها، بس بتحطيها بشويه مي سخنه تنقعيها وبتقصريها منيح، بعدين بتحطيها بالتقلايه. اما اذا كانت بالفريزر فما في داعي تنغسل، فبتكون مغسوله ومنشفه تلقائيا. ايوه حنوص شوي الغاز. ايوه عشان نقليهم شوي شوي يعني كمشه كمشه. يا عيني بيطلع الصوص ما اطيب الريحه تطلع حلوه البنينه. طبعا هي مغسوله ومنشفه مع احلامها طالعه. هلا هذا شغل اخواتي من انتابعك ما شاء الله، وبينه خضره ظريفه يعني. ايه انا بعملها على اقسام تقلايه عشان كلها تاخذ رف وحده. ايه صح كلامك، يعني عشان تتقلى كلها. في ناس بيقلوا قسم قسم بيجيبوا على جنب، بيرجعوا بيرجعوا بيقلوهم كلهم مع بعضهم. اي صح هيك، اي حسب حجم الطنجرة كمان، حسب انت شلون بتحبيها يعني. صح كلامي، بس كل ما قليتيها كل ما بتطلع اطيب. حب قلي الثوم شوي قبل ما هلا اذا وحده مبتدئه قديش بتقليها مثلا؟ هي بس ما بتعرف قديش تقليها. هلا هي بدها تسال اول شيء، بالنهايه ممكن ربع ساعه تقليها، بتحس انها نشفت شوي، عطت ريحه الملوخيه القويه، تمقت شوي، وبتبلش تحط لها شويه مرقه دجاج او المي اللي حسب هي شو عاملة يعني، انه مرقة او لحمة. هلأ عم نضيف الباقي من الملوخية. هاي بتطلع قديش كم هاي؟ تقريبا شي وقية يعني، هاي بتطلع نص وقية وقية، بتعملها اربع صحون تقريبا يعني، طعمي ثلاث اشخاص او اربع اشخاص اذا كانت بس ملوخية على الحل، واذا كانت مع رز بطعمي اكتر شوي. صح هلا بدنا نحط الدجاج مشان يغبوا شوي مع بعضهم، هيك تعطي طعمه طيبه وتغب طعمه الملوخيه، لانها قريبه للخضره اكثر ما هي يابسه، فبتضل الخضره ما بتطلع سودا مثل ما احنا مساويه، بتكون غامقه كثير، بتكون ميبسه اكثر، وبعدين على الطبخ بتغمق بتصير لونها سودا. فهي طيبه وهي طيبه، بس كل وحده لها نكهه خاصه.
والله مالي خبر انه في خضره وفي سودة. ايه هي لانه اذا تفرزت هي وخضره بتضل خضره، بتضل لونها اخضر وحتى كيف عرفتي انه اللون اخضر؟ من خضارها، من اللون الاخضر تبعها. ايه بعد الخزي كيف عرفتي انه ميبسه هي الخضره؟ هي وخضره ميبسه لانه اللون تبعها ما بيغمق كثير، مو ميبسه على الهواء، مو اخذه تيبيس كامل. لازم تاخذ اكثر وقت، تاخذ وقت اكثر، وبتكون هي يعني مثلا كل ما ادمت بتغمق اكثر. ايوه فهمت عليك. فهي طيبة وهي طيبة، بس كل وحدة لها نكهة خاصة. هلا اللي شو عم بيعملوها ناشفة، نحن عند اهلي بنعملها بمول. نحن بنحبها ناشفة وبنحبها شوي هيك بنغنغها بالمرقة، بمرقة الدجاج مثلا او مرقة دهنة، او احيانا بنحط معلقة دهنة مثلية بقلبها، او وقت بتكوني مثلا سالقة لحمة دجاج او لحمة دهنة كمان طيبة، بتعطيها هيك نغنغة ولمعة كثير قوية تطلع اطيب، فمو طيبة كثير تكون ناشفة، حسب هي ذوق شخصي يعني. هلا اخر شيء بدنا نحط الكزبرة، نحط كزبرة يابسة، وبنحط لها كزبرة وثوم، كزبرة خضراء وثوم مدقوق. هي خضراء ما بيأثر، طيبة كمان، وهي يابسة ظريفة. وبنحط لها شوية ملح. هلا حنحط لها كمان، حطينا لها شوية ملح ونحط لها كمالة التومات، أنا بحب أحط لها شوية ثوم مدقوق كمان قبل بخمس دقايق لتعطي هيك طعمة طيبة بقلبها، كمان بتغب طعمة الثوم، ورشة ملح شوي زكاتك، رشة شوي ما بنحب، ما بنحب كثير مالح نحن. حاجة؟ أي حاجة، بسم الله. استنى دقيقتين ثلاثة هيك مع بعضهم وبصير مع أحلاهم. حطي لها بودرة ماجي؟ بنحط لها بودرة ماجي، أو بنحط فليفلة حمراء كمان بودرة، أو فليفلة خضراء حمراء يعني كمان كثير طيبة، بتعطي نكهة طيبة. فليفلة حمراء بحط؟ طيبة شوي، مو شرط تكون حادة كثير. لا نحن ما بنحط فلفله حمراء، بحط انا شوي، انا بحب هيك طعمتها مع الفلفله الحمراء، اذا حد كثير بحط رشه صغيره دردوره يعني ما بحط الله يعني، بس انا مش جديد حاببتها، احنا ما بنحط فلفله حمراء حتى والله، بس انا يعني بحب الفلفله تبع المكدوس بنحطها كمان بقلبها، بتعطي طعمه كثير طيبه حلو. يعني بيخترع الواحد، بيتفنن الشغلات اللي بيحبها. ايه يعني انا حبيتها، دقتها هيك حبيتها، صرت ساويه بس مو شرط على طول، كل مره اشكل. اي صح، هلا وقت السكت يا عيني، شكلها بتشهي ظريفه. هي الملوخيه الخضراء بقيمك ما طبختيها طيبه بتطلع نكهتها خاصه مميزه. احنا بنحب ناكلها يا جمبريز يا احيانا خبز، كمان كثير طيبة مع الخبز، بتتاكل بلا رز وبتتاكل بالخبز، ويعني في ناس بيحبوا ياكلوا معها فريكة، ياكلوا برغل، ياكلوا رز، يعني ذوق شخصي. اي والله بكل احوال الملوخية شلون ما اكلتيها طيبة. هلا عم نقطع الليمون هيك، بحبها شرحة جنب منها، ونحن بناكلها يعني ما عندنا مشكلة، هو حتى هيك جلدها دقيق طرية طيبة يعني، لسه البلدي السميك كمان بيتاكل كثير كثير طيب جنبها، بالنهاية هيك منظر العين بتاكل كمان يعني. صح كلام يا عيني، شي زاكي. نعتبر حالنا عم ناكل جاط سمك مدلل وحاطين جنب منه الليمون، شلون بيطلع منظره بشهي بشهي. ايه والله هيك كتير حلو ظريف. ملك شو عم احط ليمونتين. هلا هي حطينا هلا الدجاج، يعني اللي ما بيحب مستوية وغابة لون بقلب منها هيك منظر كمان يعني كتير حلوة بتطلع. ايه شكلها حلو بتطلع. في ناس بيحبوا يقلوا الدجاجة هيك الفخاد الوردة مثلا الدبوس اللي هو بيحبوا يقلوهم نص تقلاية تاخد لون ولمعة وبيحطوهم، يعني كمان بالنهاية بنرجع بنقول ذوق شخصي. اي والله
يعني هي شو ما كان طيبة، شو ما اشتغلتي فيها لحالها طيبة، بلا شيء طيبة، سبحان الله ملوخية طيبة. هلا أنا مثلا أبي ما بحبها، ما بياكلها الملوخية. كانت أمي لما تعملنا ملوخية كانت تعمل له أكلة تانية، فكنت أقول الله يعني إنه والله صعبة يعني الواحد يطبخ كم طبخة وكذا، بس سبحان الله طلع أيام زمان كانوا يشكلوا بالطبخ مشان اللي بيحب هيك واللي بيحب هيك. مثلا بالنهاية لو ما رح يحبها وما بيحبها رح بس ياكلها عمرتين ثلاثة رح يتعود عليها، رح يصير يحبها يعني. والله في ناس ما بحبوا ولو شو ما هيك عملتي ما بياكلوا. هلا امي كانت تكره الفلافل، فقالت انه مره غصبها خالها مغص عنا انه تاكل الفلافل. هلا عنكم بحلب ما بيحبوا الكزبره او ما بيعرفوها يعني، مثلا في منهم ما بيحبوا ريحتها ما بيحبوا طعمتها. نحن عنا بالشام عنا اياها اساسيه، بنحطها كثير مجلله فوق الاكل بقلب الاكل. انا قلت لك فلافل قصدي فول. فغصبوها مغص عنا من هذاك الوقت حبته. سبحان الله اهل يعني كل شيء معروض مكروه وكل شيء موجود محبوب. بتصير يعني هيك وهيك طيبة. ان شاء الله الف صحة وهنا. يسلموا الايدين والله عزبتك معي. الله يسلمك يعني ما في شيء هيك. تسلعي سوا وناس هيك جلسة نسائية خاصة. ايوه شغلات بسيطة. يسلموا ايديك الله يسلمك يا عمري. بالله عليكم شوفوا لي هالملوخيه، شوفوا لي هالتظبيطات والله كتير طيبه. يسلموا ايديها عن جد كتير كتير كانت لذيذه. والله يا ريت بقدر اوصلكم كل وحده سكبه. هي قالت لي بكفي ملوخيه لا تعملي شيء، لانه هيك يعني هاي الملوخيه اسمها ملوخيه يعني بناكلها بنبسط فيها وهيك احسن، وكل يوم تعملي طبخه بلا ما يزيد شيء تمام. فانا هيك قلت لها مثل ما بتحبي. فعن جد كانت كتير طيبه والله اشتهيتكم فيها، وعن جد بنصحكم تجربوها على طريقتها والله طلعت شي زاكي. وعن جد بتشكر كمان اخواتي بعنتاب اللي بعثوا لي ملوخيه مفرزه وطيبه. يسلموا ايديهم الله يرزقهم يا رب. صباح الخير. اليوم يوم الثاني. اليوم قررت بنت حماية تروح عند اختها لانه رح يوصل الكارغو، فنحن قلنا بنروح معها وننبسط. اخت بنت حماية الثانية بتكون باسنيورت، فقررنا نروح لعندها وهيك يعني نحن مقررين نزورها بس ما عم نقدر بسبب الحظر. فرحنا اكيد من دون الاولاد لانه عم بيصير الحظر بكير وما بنقدر لما يرجع الاولاد من روضة نروح. فاول شيء قلت لهم نحن ما فطرنا ولا شيء، فقررنا قالت تعالوا نجيب فول وفلافل ومسبحه، فقررنا نجيب فول وفلافل ومسبحه من عند النور من اسنيورت. المهم كانوا كتير 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 طيبين صراحه، بنصح فيهم جدا. وبعدين بنت حماي كانت واصله هلا من شغلها، فحطينا الفطور وجهزناه مع بعض وعشنا والله العظيم اجواء عائليه. يعني شو بدي اقول، تذكروا الجو لما يوم الجمعه نقعد نحن واهالينا وهيك ونفطر الفول والفلافل وهالشغلات، عن جد انا حسيت بهالاجواء. فعن جد هي نعمه كبيره والله. كنا نقول يا الله شو ها اما تتبلش المدرسه نروح على المدرسه، كنا عن جد ما نعرف قيمه هالايام. بس انا امبارح حسيت فيها كتير، خصوصا انه بنت حماي عندها اولاد، فبتحسي بهالاجواء اولادها وكذا وهيك، يعني بتحسي بهالاجواء وهيك مع الجمعه. صراحه اخذت لكم اسرار من بنت حماي الثانية، واخذت لكم شغلات كتير طيبه عندها ودقتها، فقلت لها خلص انا بدي احكي للمتابعين عنها. ان شاء الله بالفيديوهات الجايه رح تعرفوا. هلا سوت لنا القهوه بعد فتره، يعني اكيد سوت لنا القهوه العثمانيه. في كتير منكم ما بحبها بس عن جد اذا بتجربوها رح تحبوها، بس لازم تختاروا النوع الصح 100%. فيوم حطتنا هذا الجاتو الموجود بالبين اللي هو بيكون عن طريق مثل بوزة بس كتير طيب بالشوكولاتة، بنصح فيه كتير طيب ولذيذ. وهالمكسرات وهيك كانت أجوائي عند بنت حماي الله يرزقها يا رب. نحن ما بنقدر نطول كتير لأنه لازم نرجع قبل الحظر، فهي مشكلة عم بتصير معنا مع الأسف، ما عم نقدر نقعد فترات طويلة. فالحمد لله كتير انبسطنا الله يرزقها ويرزق الجميع يا رب. وهلأ صار الوقت أذكر أسماء المتابعين. حبايب قلبي: علا من حلب، أم محمود من حلب، فاطمة إمرهف من اسطنبول، رغد ديب، أمل من تركيا، سارة من ليبيا، شادية من لبنان، أم أحمد من فلسطين، أم إبراهيم من حما، ختام من تركيا، مروة البرغسي من ليبيا، بيان من بورصة، أم عمر من الأردن، صفاء من اسطنبول، وشادية من سوريا، أم هبة من كلس، وريم من سوريا، أم علاء من سويسرا، أم بلال من لبنان، فاتنة من سوريا، أم تسنيم من سوريا، بسمة أمل من اسطنبول، رهف من سوريا، أم أسعد من سوريا، عايدة أم بهجت من ليبيا، نور
نورتوا حبايب قلبي كلياتكم، واهلا وسهلا فيكم. عن جد انا مبسوطه فيكم وبتمنى اذكر اسماءكم بكل فيديو. اذا حابين كمان اكتبوا لي اياها تحت، وان شاء الله بذكرهم بالفيديوهات الجايه. وبتشكركم من كل قلبي على دعمكم، وبتمنى تشاركوا الفيديوهات قدر الامكان مع رفقاتكم واحبابكم. ولهون بيكون نهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوني من اللايكات والاشتراكات، وتشاركوا الفيديوهات رفقاتكم، وتروحوا تشوفوا الفيديو الثاني على قناتي الثانيه حلول تسنيم. كمان امبارح نزلت فيديو، وهلا بقول لكم ليله سعيده، تصبحوا على الف خير. باي باي.